كان حديثا يفترى. سورة يوسف سورة عجيبة، وهذه سورة من سورة القرآن، فما بالك بقية سورة القرآن. نحتاج إلى العودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بهما، فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وتفاءلوا وأبشروا واعملوا وجدوا، المجال مفتوح. لماذا ندع المجال للمنافقين وغيرهم وهم قلة وهم شرذمة قليلون؟ ونحن بيدنا الخير والناس معكم وأهل الخير معكم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى، هذه القصة التي سمعتم ما كان حديثا يفترى. سبحان الله، آيات عجيبة، بينات، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الأحبة، فما أحوجنا إلى هذا القرآن، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى القرآن في أمورنا وفي حياتنا. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد، هو الفصل. نحتاج إلى القرآن، نعود إليه، نحتاج إلى أن نتأمل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عودوا إلى القرآن، تأملوا القرآن، لا تهدوا القرآن هدا كهد الشعر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. اقرأ آيات قليلة بتدبر وتفكر وتمعن، ستجد فيها عجبا ودررا. إلهنا نطرق بابك ونستمطر رحمتك، إلهنا نصبنا وجوهنا، إلهنا مددنا أيدينا، إلهنا ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه. ندعوك دعاء الخائف الذليل، ندعوك دعاء المساكين، ندعوك دعاء المساكين،
إلهنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم يا فرجنا يا ربنا يا سيدنا يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.